باقي في الطريق زق بهم الموتور طاح حكومة. ما قلت لي شي حاجة أنا تلحادي تم عقلت لي طريق مضيقة مع اللوتم كوانسي أخي من لو كان تشوفه في ذيك الحالة تقول السيد ما غاديش يعيش. ثلاث أربع القطن الجسمانية ديالو مشات يعني ضاعت حياتي. المرة تبقى يبكي يقول تشوف كي كنتو كي يبدلي وما تخلفوا حوالي السير ما بين 16 إلى 17 مليار درهم سنويا. صح شي حسن لك الفلوس كامل. سلام الله عليكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري تحقيق. كل يوم نسمع عن عدد من حوادث السير المفجعة التي تحصد الأرواح وتخلف العاهات أكثر من أشرس الحروب وأفتك الأوبئة حتى أصبحت هاجسا مقلقا لكافة أفراد المجتمع وأضحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الطاقة البشرية والمادية. فالأضرار لا تنحصر في النتائج السلبية والوخيمة على الحياة الاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى ميادين أخرى خاصة الاقتصادية منها بالأساس. لكن الضرر الأشد خطورة ما يعانيه ضحايا حوادث السير جراء العجز الجزئي أو الكلي يتولد عنه الشعور باليأس والإحباط، آثار نفسية مدمرة تستغرق زمنا طويلا لاستعادة التوازن الطبيعي. ولعل المتفحص لهذا الملف سيقف على الأسباب المتداخلة والمتشابكة التي تتسبب في الحوادث، لكنها لا تخرج عن دائرة العنصر البشري، الحالة الميكانيكية للناقلة والبنية التحتية، غير أن السلوك والثقافة الطرقية لهم النصيب الأكبر. فريق تحقيق حاول الاقتراب من هذا الملف والتقى بضحايا ساقتهم الأقدار إلى حوادث لم يستطيعوا لرزقها دفعها. وإليكم شهادات مؤلمة وعلى لسان من اكتووا ببأس الحديد. رتبة الأيام تكسرها الشاب نوال من حين لآخر بالهروب والانزواء بعيدا عن ما يذكرها بلحظة مفصلية في حياتها. هي الشابة النشيطة المفعمة بالحيوية المتعطشة للحياة، ها هي اليوم تغالب بجهد الإنهاك النفسي والجسدي الذي أقعدها عن العمل وحد من طموحها الدراسي. لم يدر في خلدها يوما أنها ستتعرض لمكروه سيغير مجرى انتظاراتها من الحياة وسيحد من متمنيات المستقبل والآمال التي كانت تصبو إليه، وهي تحكي لنا ذكرى ذلك اليوم المشؤوم. كنت غادية بحال أي مواطنة، غادية في طريق عادية، يالله جيت حطيت رجلي في هذا، جيت حطيت رجلي في الشانطي حتى ضربتني، ما شفتش يالله ديك الدورة اللي غندور هكذا، تلقيت راسي صافي تهزيت تلاحيت في السماء تقريبا واحد 7 متر، ملي تلاحيت لحيت فوق تطوار على ظهري، هي باش تهرس 3 تهريسات من الدار، والطوموبيلة ضربتني وهربت. صافي ملي طحت هكذا بقيت مليوحه على ظهري، دونك صافي بقيت كنتسنى صافي تقريبا شي ساعه ولا ساعه ونص وانا كنتسنى تما، دونك كنعيطوا لومبيلونس دابا نجي دابا نجي دابا نجي، ما جاتش. صافي هذا كانت زاد عليا الحال، كانوا شي ناس تما هزوني مشيت في طاكسي، مشيت درت راديو قالوا لي بانني ما مهرساش، جيت للدار بقيت 4 ايام. صافي زاد عليا الحال، رجلي ما بقاش كتحرك كاع، صافي تحبست من لافيسي، دونك عاود تمشيت على اساس نتسرح من لافيسي، دونك حتى عاودوا لي لا غادي من الاول درت لي سكانير وداك الشيء، عاد عرفوا بانني عندي 3 تهريسات من الظهر، دونك صافي درت لوبيراسيون داروا لي الحديد في الظهر، بقيت نعسه تما تقريبا واحد 21 يوم في السبيطار السويسي بن سينا بالرباط. صافي جيت للدار، كي جيت للدار رجلي ما كتحركش، يعني نعس على ظهري تقريبا واحد 6 شهور وانا غير نعس على ظهري، بقيت كندير الترويض، بقى كيجي عندي المرويض حتى للدار، كيجي عندي تقريبا كل نهار مده 6 شهور، مده شويه وليت يلاه شويه وليت كنحرك رجلي شويه، ولكن المشكل من لا شوفيل تحت بقات لي لا احساس لا حركه، بقات ما كتحركش.
شويه وليت كنتمشى بلي بيكي، وليت شويه كنتحرك دونك شويه وليت واخا شويه عندي لامار شويه ثقيله، عندي رجل ثقيله. ومن لحد الان راني كنحاول كندير الترويض مره مره، ولكن باقي عندي هاد الاعاقه هاد. الأضرار الجسدية التي ترتبت عن حادثة السير جعلت الحياة تنساب بعسر، فصعوبة الحركة تعد من حريتها وقدرتها على الوصول إلى ما يصله الآخرون الأصحاء الأسوياء. في الأول كنت كتمشي كتمشى عادي، عندك سهولة في التنقل، من بعد ولدت عندك صعوبة في التنقل، أي حاجة كتضرب لها 100,000 حساب إلا بغيتي توصل لها، واخا غير تسخر غير من هنا لهنا ما كانش. دونك بالمساعدة ديال الأسرة ديالي الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني كاين الأم ديالي وكاين 4 ديال خوتي، واخا الأب ما كانش الحمد لله. المهم كل إنسان معاون، فهمتيني، ولكن مالغري يعاونوك وكذا، مي كتبقى ديك الصعوبة في الحياة اليومية ديالك، يعني صعيبة نفسانيا باش أنني واحد تكون برجليك وتولي، يعني عندك يعني كتكون واحد صعيبة. ولكن اش غنقول لك، يعني كتشوف كتعيا كتقول هذا قدر الله. في الاول كنتي كتمشى كتحرك كتسخر كتجيب كتخدم، فهمتيني، كتخرج كما قلتي كتحضر. دونك دابا كتولي غير انك غير شاد الفراش، يعني واخا كتبغي انك تبحث انك تقلب على خدمه، صافي دير ما كاينش اللي غادي يقبل عليك وانت في هذه الحاله. قاريه تبارك الله باك بلس 5، وفي الاخر كتجلس هكذا راه ماشي سهله. ومشكل دابا حتى الظروف الماديه ديالي شويه صعيبه، يعني عندي غير الام ديالي هي اللي خدامه لي هنا دمك. إعاقة نوال جعلتها تبحث عن مختلف الطرق للعلاج واستعادة العافية ولو جزئيا، فكانت وجهتها المركز الوطني محمد السادس للمعاقين من أجل الترويض والسباحة. عندي صعوبة في المشي، وكندير واحد الغولفور دو بي هو اللي كيحاول يهز لي رجلي، ملي ما كنديرش داك لو غولفور يعني ما قدرش نتمشى، لان رجلي عندي فيها صعوبة في المشي. داكشي ملي كنحيد داك الغولوفور ما نقدرش نتمشى بلا بيه، داكشي اش كندير انا الكروسه باش كنجي بها من الفيستير لابيسين. الطبيب ديالي هو اللي نصحني بانني باش ندير السباحه لان مزيانه ليا الترويض اللي سميتو، والحمد لله لقيت فيها تحسن. يعني تقريبا هادي عام وانا كندير هذا دابا، يعني في الاول ما كانت رجلي كتحرك تقريبا، مي دابا تقريبا الحمد لله عام ولات الحمد لله، يعني كاين تحسن، يعني بفضل المؤطرين اللي كاينين هنا في هذا لو سونتر، يعني كاين تحسن الحمد لله. رغم بعد المركز عن مقر سكنها، فهي تتكبد مشاق التنقل للحفاظ على برنامجها الأسبوعي، آملة أن تتحسن وضعيتها الصحية. فالأمل كل الأمل عند نوال العودة إلى سابق عهدها. جوج ثلاثة ربع تعرفوا السباحة رياضة مفيدة للجسد والنفس، ويمكن جميع ممارساته خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمكن من تقوية العضلات، مرونة المفاصل، تقوية الجهاز التنفسي والدورة الدموية، وأكثر من هذا توازن الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي من خلال الطف والتنفس تحت الماء لا ريسبيراسيون بحال هكا. من بعد الثقة في النفس والاضطرابات النفسية اللي تكون تجي الإنسان عنده، خصوصا ملي تكون بحال هكا تسير تتبدل حياته كومبليتمون. هاد السباحه تحيد الاضطرابات النفسيه وتحاول يتاقلم مع الاعاقه، هي باش غترجع لحالتك كما كنتي قبل. راه من المستحيلات، فهمتيني، يعني واحد تيكون بصحته حتى كيولي عنده شلل في رجلي راه صعيبه باش انك تطلع. وانما الانسان كيحاول انه غير يقدر يوقف، يقدر يولي مستقل يتمشى بوحده، فهمتيني، هذا هو اللي كنطمحوا ليه حنايا.
للوقوف على حجم حوادث السير ومخلفاتها، كان لنا لقاء مع الأستاذ ناصر بوالعجول، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من حوادث السير ورئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات. فكانت الإجابة كنسجلوا سنويا واحد المعدل، تقريبا هذا المعدل ديال ما بين 2011 و2015، واحد المعدل ديال 3800 الى 3900 وفاة سنويا. هذا العدد ديال الوفيات من طبيعة الحال، هناك رقم اخر اللي هو كذلك مهم جدا، هو العدد ديال المصابين بجروح بالغة. هناك واحد المعدل ديال 11441 وفاة مصاب بجروح بالغة. هاد 11000 اكثر من 11 حوالي تقريبا 11500 في واحد النسبه كبيره اللي كتصاب بعهات اللي هي مستديمه، يعني اما انسان كيفقد رجل ديالو ولا كتبتر واحد العضو من الجسد ديالو، وبالتالي كيتصاب بواحد العاهه اللي هي مستديمه وكيولي على الاسره ديالو وعلى المجتمع الى غير ذلك. هناك تقريبا كذلك واحد المعدل ديال 95000 مصاب بجروح خفيفه اللي كتسجل سنويا خلال هاد الخمس سنوات اللي اشرت ليها. ما يحز في نفس الشابة نوال هو عدم إنصافها، فهي ضحية حادث سير ومرتكبها فر إلى وجهة مجهولة، وها هي اليوم تعيش وضعية مزرية رغم محاولتها العديدة لتسوية ملف الحادثة في انتظار من يمد يد العون والمساعدة. تقيدات ضد مجهول، وديجا درت محامي في هذه المساله هذه ودفعتها للمحكمه، مي ما تقبلتليش الدعوه. السبب اللي طرفت لي عليها الملف وانني ما عنديش ورقه ديال لومبيلونس، تفهمنا؟ قال لك يا اما تكون هذه السيده غير طاحت، او لا طاحت من دروج او لا شي حاجه، وانت ديريها على شكل حادثه تسير. الشهود كانوا، يعني كانوا معايا جوج شهود وقفوا معايا اللي جازيهم بخير، كنشكرهم من هذا المنبر هذا، يعني حتى الاخر زعما حتى عزم حتى دوزت لوبيراسيون كل شيء، وقالوا لي نوقفوا معاك وفقت ما احتاجيتينا احنا موجودين، يعني لحد الان راه الا عيطت لهم راه يقدروا يجيو. ولكن يعني ملي دفعت، يعني تحيت لحقاش حتى البوليس ما كانوش جاوا ديك الساعه، وملي دفعت داك الطلب ديالي في المحكمه طلبوا لي ضروري يعني الوثيقه ديال لومبيلونس. ومن بعد مشيت درت محضر عند الشرطه، عاودت المحضرت وحكيت لهم كيفاش وهذا، ودفعت لهم في المحكمه، ومالغري تو سا ما تقبلاتليش. دابا انا دونك ما خداماش، التغطيه الصحيه ما كايناش، الصحه ما كايناش، هذا هو المشكل الكبير. ودعنا نوال وهي تغالب آلاما تبكي وجروحا تدمي عن ما آلت إليه وضعيتها الجسدية والنفسية، لننتقل إلى مكتب الأستاذ عبد الإله عدنان المحامي بهيئة الرباط ليوضح لنا المخارج القانونية لمثل هذه الوقائع وكيف يمكن التعامل معها، والقوانين المنظمة والضابطة للحوادث الغير مؤمنة أو المجهولة مرتكبها. كل مستعمل لسيارة أو شاحنة أو دراجة نارية أو حافلة يجب أن يتوفر على تأمين تحت طائلة المساءلة القانونية، وكاين والقانون صارم، مدونة التأمينات كتنص على عقوبات قاسية اللي تتراوح بين شهر وستة الأشهر حبسا نافذا وغرامة من 1200 إلى 6000 درهم. ولكن كما لكل مبدأ خرق ولكل قاعدة استثناء، كتجي واحد الظروف اللي يمكن الإنسان ما يكونش عنده التأمين وكيتسبب في حادثة سير بجروح خطيرة أو بوفاة. وهذا المشرع المغربي وجد واحد المؤسسة اللي هي مؤسسة تابعة للدولة اللي هي صندوق مال الضمان. هذا الصندوق هذا الحالات ديال التدخل ديالو جاءت على سبيل الحصر، كيدخل في حالتين لتغطية التعويضات ديال حوادث السير المتسببة في جروح أو في وفاة. هذه الحالات هي حالتين لا ثالث لهم، إما أن الفاعل مجهول، يعني سيد دار حادثة وهرب ولم يستدل عليه رغم البحث ديال الضابطة القضائية ورغم كل شيء لم يستدل عليه، هذه الحالة خص يدخل فيها صندوق مال ضمان حوادث السير. والحالة الثانية إما أن هذاك المتسبب في الحادثة غير مؤمن،
ما عندوش تأمين من مرة، ووسط الطير على غير مؤمن، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون معسرا. أسيدي إلا كان ما عندكش تأمين وعندك الفلوس باش تخلص هاد الناس، كتخلص موفق الضائر من المال ديالك الخاص، كنت معسر هنا فيك يدخل الصندوق، مع ملاحظة أن هذا الصندوق لا يغطي إلا الأضرار البدنية يعني الجروح أو الوفاة، ولا يغطي الخسائر المادية. مثلا سيارة اصطدمت مع سيارة أخرى، السيارة الثانية أصيبت بخسائر مادية، صاحب السيارة الأولى لا يتوفر على التأمين، هنا لا يتدخل الصندوق، لأن المشرع تنبه إلى أنه خصنا نجبروا غير الأضرار ديال الجرحى والموتى، الخسائر المادية سير سيدي دعيه مباشرة. هو هذا الصندوق مع ذلك خص يتعاد فيه النظر من مدونة التأمينات، هو كان فيه تعديل لأنه القانون ديالو صادر 1953، ولكن تعدل في مدونة التأمينات في 99 مقتضى قانون 1799، ولكن هو المسطرة فيه شاقة وفيها بزاف ديال التفاصيل. زكريا الشاب الرياضي المفعم بالحيوية سيفقد إحدى رجليه جراء حادث مؤلم، صدمة لم تكن في الحسبان، وبصعوبة بالغة سيحاول زكريا التأقلم مع وضعه الجديد. النهار ديال الجمعة استعند واحد الدري صاحبي لقيت شي يصل الموطور، صاحبي ديما تركب معاه في الموطور، قال لي هاد العشية هادي كنت أنا خدام مع الوالد، قال لي هاد العشية هادي نسركلو أنا وياك على الموطور، قلت له ماشي مشكل، قال لي أنا نمشي نهبط نتسخر ودي رجع، قلت له ماشي مشكل سير، كنت كندوز بيرمي أنا ديك الساعة، هبط مشيت سكت الطونوبيل هو يجي. رجع بالموطور من الصخرة قال لي يلا زكريا نمشي، قلت له يلا نمشيو للدار نقضيو واحد الصخرة ورجع، قال لي راني نسوق الموطور، قال لي خليني انايا نسوق، قلت له عطيني نسوق، بقاش عاكس معايا، قلت له ماشي مشكل سوق، قال لي ركب مورايا، ركبش مورا، قررنا نوصل للدار في واحد الكروازمة، ما حسيتش بديك الساعات كنشوف التراكس خارجه لنا من الكروازمة وحنا جايين بالموطور، جاي الدري اللي صايق بيه جي مكسير شويه، حتى كنسمع الضربه كنسمع انا ديك با، صافي تنوع بحال هكايا والناس نشوف الناس دايرين بيا وتيبكيو، تندير بحال هكا يسحبني انا شي حلم، يسحبني شي نحلم، واحد اللحظه بغيت نعس، حتى كنسمع الغواش والصداع، تندير بحال هكا تلقى رجليا طارت، بقى شاد داعش شويه ديال العصب وشويه ديال اللحم بقى لاصق في التراكس بالسنان ديالها، جات لابيلونس هذيك الساعه وهي تهزني وهي هزني وانا تنغوت، هو يمشي معايا الوالد، داوني المولاي عبد الله حطوني فوق البايص الدم تيضيع تنغوت، جمعوا لي شامني الطبيب، قال لواحد واحد البنت خدامه معاهم تما قال لها الرجل راه مشات خصو يمشي للسويس، وما يعطوني ورقه ايرجونس السويسي وما يدخلوني للبلوك العمليه، داروا لي العمليه، جمع لي واحد الطبيب بالغراز، بقيت عاوتاني بالتال غد الليل جا الطبيب ديال الحديد ركب لي عاوتاني حل ديك الغراز ودار لي الحديد، صافي هما يطلعوني للفوق بلاصه الزياره، بقيت ناعس شي 20 يوم، صافي جاو الغد ديال هذيك الساعه وما يهبطوني للبلوك وما يقطعوا عليا. اعاقه زكريا جعلته يرى المستقبل بنظره مغايره جراء الصعوبات التي بدأ يصطدم بها أثناء حياته اليومية، خصوصا أنه كان شابا نشيطا كثير الحركة كأطرابه. نعاني بزاف ديال الحوايج، كنبغي نطلع في الدروس نطلع بالبيكياج مع الدب، كنبغي ندخل للطواليط مع الدب، تا درنا الطواليط كانت عندنا ديك العادية درنا الرومية، يعني أنا رجلي كنت كنعايش حياة ديالي الطبيعية، دابا وليت نعاني، يعني ضاعت حياتي، يعني رجلي كنت كنمارس كما قلت لك الرياضه تلعب مع الدراري الكره تنخدم تنعول على شي واحد تنعول على الوالد وعلى الله، كنت ندوز البيرمي باش نسد البيرمي ندفعوا لشي شركه نخدم فيها شي فور، حتى وقع لنا هذا المشكل هذا، يعني تقلبات الحياه ديالك. يتردد الشاب زكريا على المركز الوطني محمد السادس للمعاقين من اجل الحصول على بديل اصطناعي يمكنه من تيسير تحركاته اليومية وقضاء حوائجه دون مساعدة، رغم وضعيته النفسية الصعبة يحاول زكريا تخطيها لاستعادة الثقة. صعيب الحال الإنسان يكون في حياة ديره الطبيعية يكون برجليه
واللي عاني واللي عاد تابع لاسورانس المحامي طلع عباد الشوية طبية سير دير الخبرة دير خبرة حسابية هذه هي لاسورانس. الظاهر ديال 84 لا يتماشى مع القيمة ديال المواطن في الألفية الثالثة في هذا القرن 21 إطلاقا، لأنه ما يمكنش أننا نتصوروا أن ضحية تصاب بعز ديال 25% نتصوروا أن راه الربع ديال المقدورة الجسمانية ديال الإنسان، ولا كان عنده الحد الأدنى للأجر اللي هو 9270 درهم راه في المحصلة غادي تجي واحد 30 ولا 35 ألف درهم. هل نتصور أن نبلغ 30 ألف ولا 35 ألف درهم دون احتساب مساهمته في الحادثة أي نسبة مسؤوليته يعوض الربع ديال المقدرة الجسمانية ديال الإنسان؟ بالطبع لا. حادثة زكريا وقبله الشاب نوال تحيلنا إلى طرح سؤال جوهري، من هم الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير؟ وهذا ما سيفسره لنا الأستاذ ناصر بولعجول حسب الدراسات المنجزة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. إلى شفنا يعني الفئات المتورطة في هذه حوادث السير، مع الأسف كنلقاو ما يسمى أو ما يصطلح عليه بالفئات العديمة الحماية، يعني الناس اللي كيمشيو على رجليهم أو الناس اللي كيمشيو إما بدراجات نارية أو دراجات عادية. عندنا تقريبا واحد المعدل ديال 27% ديال الوفيات هم من الراجلين، تقريبا اكثر على مستوى الاعداد اكثر من 1000 وفاه اللي كتسجل سنويا في صفوف الراجلين. بالنسبه لاصحاب الدرجات الناريه والعاديه المعطيات ديال سنه 2015 تشير الى واحد النسبه ديال 34%، تقريبا واحد المعدل ديال 1300 وفاه في صفوف هذه الفئه هذه. وبالتالي الا جمعنا هادو بجوج كيعطيونا تقريبا وصلنا لواحد المعدل ديال 61%. من طبيعة الحال كاين هناك السيارات كتمثل واحد النسبة ديال 30%، يعني المصابين اللي كيكونوا راكبين في السيارات ديالهم وتعرضوا لحادثة سير. الوسائل ديال النقل العمومي للمسافرين والبضائع وكذلك الشاحنات واحد النسبة ديال 6%، ولكن هذه الفئة ديال عديمة الحماية هي اللي كتشكل مع الأسف النسبة الأكبر، يعني اللي كتشكل اللي كتاخذ حصة الأسد يعني في ضمن الوفيات. الأطفال مع الأسف هناك كذلك واحد النسبة اللي هي مهمة ومهمة جدا، تقريبا عندنا واحد 350 الى 400 طفل اللي كيتوفاو سنويا اطفال اللي هما دون السن 15. وبالتالي يعني ملي كنشوفوا هذه المعطيات كلها كيمكننا نوقفوا على الحجم ولا الهول ديال هذه الكارثه ديال الحوادث السيره. وضع كارثي بكل المقاييس، وهذا ما يعيشه الشاب حسين وجميع افراد الاسره جراء حادثه سير كادت ان تكون مميته، لكنه لم يسلم من تبعاتها، فالإصابة كانت بليغة ومضاعفتها أبلغ. عندي صالون ديال الكوفور، كنت خدام تسديت جي نتغدى ورجع، جيت وجعت لي ولد خالتي كتونة طلبني أنا مقدرش نخسر ليه، قال مرة شو ولدت كذا هذي مقدرش نخسر ليه، مشيت رجعت سديت المحل ديالي وجبت صورت وجيت ديجو وصلتو زيتو وصلتو لبن سليمان وجاي. علاش وصلتيه لبن سليمان؟ مراتو والده يلا ولدات في السويسي، زيتي وبنتها وراجلها وصلتهم وجاي. جي في حالي واحد الطريق كدي وكتجيب، ومن هاكا الفوس والغابة هاكا الفوس والغابة، يعني مكنش فين تهرب. ونهار السوق ديالهم طونوبيلة ديال السوق كبيرة مشارجية، تقرب ليا بحال هكا شويه وتفرقت لي الرويضه وجه عندي تمل عندي ما عرفتش انا كيفاش مال عندي صحه دخل طلع فوق مني صافي بحال شتي غادي بانتك بخوشه عرفتي فوق طلع فوق مني بسني. تسعين يوم ديال الكومه من مورا داكشي مبقيتش نعقل، ما عقلتش كاع للشعر. دابا هاد الهضرة كتدوز بيناتنا شي هضرة ولا شي حاجة، بحال دابا صحابي القدام نعرفهم، ولكن هاد الجداد هادو كدوزها يومين ثلاث أيام كانت بزاف. لم يتمم الشاب حسين حديثه معنا ليسترسل الأب في الحكي بدلا عن ابنه حسين، فهو يجد صعوبة بالغة في النطق أو في استرجاع شريط الأحداث، فذاكرته يصيبها النسيان من حين لآخر. احنا ما في روشنا ما نعاودو مع المغرب
داوه المحمدي داوه الدار البيضاء الميريزكو جاتنا الخبر 3 شهور و 10 ايام هو كوما كنشوفوها من الدجاج القدام ديالو دودو وكل نهار 24000 ريال 3 شهور كل نهار 24000 ريال سيارة خلي اللي كيمشيو مراكبين خلي المركو 7,40,000 ريال باش خرجتو هذا عطاوني الدوسي ديالي المشكل اللي عندي وقت خدام تمزيان بعرفتي بصنع جيب كلشي دابا مبقيتش نقدر نخدم بقيت نقدر ندير والو خلات لي عيقة في يدي هاهي مكتسرعش في رجلي عاوتاني هانت شيا و الحمد لله ونطق تا هو عاوتاني مبقاش عندي هو هذاك نطق بالثقال بزاف. من شاب نشيط مثابر إلى عاطل مريض يحتاج إلى التتبع والإعانة على القيام بأبسط ضروريات الحياة، فحسين أصبح بدون مورد، بل يعتبر أن تعويضات التأمين لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تعيد له عافيته كما كان في السابق. ضيعوه تفير وصناس ما كان حتى هو هالو مسكين هالو ما عرفناش كيفاش وحنا ما عارفين شيء مهم احنا صبرنا عهدين وسيدير سبحانه وتعالى. الصراحة نقول لكم صح شيء حسن من ذاك الفلوس كاملين أصح شيء الخلم مشات ليا كنت خدام كنصور طرفة الخبز دابا مبقيتش نقدر نخدم مبقيتش نقدر نتمشى مبقيتش نقدر ندير والو يعني على كلاص الماكلة والشراب والماكلة والشراب ما كنقدرش ناكل كيكون انا ولدي هو ولدي ممكن يتصرفوا عليا دابا اي تعويض لا يمكن ان يعوض اسبوع من الاصابع ديال اليد ديال الانسان ولكن على الاقل يجب ان يكون هناك جبر لهذا الضرر في حدود المعقول وفي حدود مسائل تحترم إنسانية المواطن. أعتقد بأن هذا القانون لا يقوم بهذا الدور، لا يقوم بجبر ضرر المصابين في حوادث السير سواء المجروحين أو المتوفين. الخطير فيه هو أنه حتى الإثبات مثلا إذا افترضنا مثال ديال الحلاق اللي طرحته، المثال ديال الحلاق خصو باش يثبت الدخل هذا اقتصاد غير منظم غير مهيكل ما عنده شهادة أجر مني غيجيبها خصو يمشي يطلب القاضي أنه يدير خبرة حسابية وفي جميع أحوال شركة التأمين كيطعنوا في هذه الخبرات وكيقولوا ما فيهاش المصداقية وهذا وإذا في المحصلة كنرجعوا لأن القاضي كيكون ملزم لأن يده مقيدة بمقتضيات الظاهر آمرة ملزم بأنه يطبق الحد الأدنى للأجر يطبق واحد المبلغ اللي هو زاهد الذي لا يتعدى 25 فاصلة شي حاجة في اليوم هل هذا هو الدخل؟ هل الدخل اللي حدو المرسوم التطبيقي ديال ظاهر 84 في 1 يناير 99 هو 25 درهم لم يتماشى مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات أخرى لم يتماشى معها حال الوقت على الأقل حتى لما عندناش القدرة أننا نعدلو ظاهر 84 في شموليته نعدلو على الأقل هي الحد الأدنى للأجر اللي كيتطبق في المعايير ولا في الجدول ديال هاد الظاهر. الشاب حسين وجد سنده في أخيه عبد النبي المعاق بدوره والذي يواسيه في ألمه يحاول أن يرتاد به بعض الأماكن التي كان يشتغل بها حسين لعله يخرج من ذاكرته بعض الأحداث التي قد تساعده في استرجاع صور الماضي. نعاونك تجلس لا شي نعاونك تجلس ياش أبشو أبشو جلس أنا هذه البلاصة اللي عالية جلس شجيك مزيان سرح هذا الرجل باش متى قول ستعقل على هذا ملي قدرتي ميت الناجور كنهبط هنا كيبقى فيا الحال ها كنهبط هنا كيبقى فيا الحال مع من كنتي كتخدم ميت الناجور مع من لا بالنسبه للدراري ما تذكرش ها بالنسبه للدراري جوج دراري اللي عقل عليهم اللي اسمي واع وسميتو عليه والاعوام اللي خدمتي فيهم ميت الناجور هنايا عقلتي عليهم لا ما قلتش ها؟ ما قلتش وبدأ كيتحسن شوية بشوية ودابا مسكين اللي فاق كانوا عطاونا الترويض وداك الشيء دابا الوالد ديالو وداك الشيء ما عندوش إمكانيات باش يدير ليه الترويض
ايوا اضطريت انا باش كنجيبو مره مره للبحر بحال هكا، كنجيبو للبحر منا كيتمشى في الرمله شويه ومنا كنذكرو، كنبقى نذكرو بداكشي اللي دوزو لعل وعسى يذكر شويه ويخدم دماغه شويه وداكشي، حيت هو دابا اصلا تينسى بزاف. تنجيبو للبحر تندي بزاف د البلايص اللي كان خدام فيهم، حتى ندي القهوه معايا تلاقي بشي دري صاحبه قديم معاه وداكشي باش يتذكر. وكاين اللي كيتذكرها دغيا وكاين اللي خص واحد تيقول لك ما عقلتش. وعلاش البحر بالضبط؟ هو البحر حيت هو اكثريه كانت الهوايه ديالو هي البحر، هو كان تيعوم بزاف وكيدير لي ميطرناجور بزاف، خدم تقريبا شي 10 سنين ديال في ميطرناجور. عبد النبي الاخ الذي يقوم بدور المعالج النفسي يحاول جاهدا اخراج اخيه من قوقعه العزله عبر حتي على اصطحابه الى مقر عمله، لكن دون جدوى، فحسين لم يخرج بعد من الدمار النفسي الذي تسببت فيه الحادثه. تنبغي نجرون عندك الميدان د الحلاقه اللي كان تيدير، انا عندي صالون، تنبغي نقول ليه راك اي حسن وداك الشيء ما يعني عنده واحد اللي تتقفقف، واحد اللي تتقفقف، تنعيا فيه تنقول زعما غير تعود وتحسن وهذا وهذا، ما ربنا واخا تبقى تخدم هنا ديباني راسك وداك الشيء ما تيقدرش، مابقاش يقدر يدير شي حاجه. الا هو دابا المشكل اللي عنده هو احباط، ما تيدير والو، خصو يفيق بقى مريح. عطيتيه ياكل راه ياكل، قلتي لي يلاه الحمام يمشي، ما قلتيش لي راه تيبقى هكاك مسخ باك، يعني خصك تقول لي انت على خصو واحد ديما خدام معاه. هو ودعنا حسين واخاه عبد النبي ونحن نطرح اكثر من علامه استفهام عن تفاقم حوادث السير ونتائجها المؤلمه، بل عن الاسباب الفعليه التي تؤدي الى المآسي التي يصارعها حسين وزكريا ونوال وغيرهم من الضحايا. إلا بغينا نشوفوا الأسباب الكامنة وراء وقوع هاد الحوادث أو وقوع هاد الكارثة اللي هي ظاهرة مجتمعية كتأثر بواحد الشكل كبير على المجتمع ديالنا، الدراسات العلمية يعني كتشير إلى واحد ثلاثة ديال المحاور، محاور كبرى. هناك كل ما هو مرتبط بالعامل البشري، كل ما هو مرتبط، هذا المحور الأول. المحور الثاني كل ما هو مرتبط بالبنية التحتية، والمحور الثالث كل ما هو مرتبط من طبيعة الحال بالعربة. أكيد هناك تفاعلات ما بين مختلف هذه المحاور، وحادثة السير مع مرة كتوقع بناء على واحد المحور معين ولا واحد العامل يعني مباشر، بل هنا غالبا كتكون هناك واحد مجموعة ديال العوامل اللي ادت إلى وقوع الحادثة. فالدراسات تشير إلى أنه إلا خدينا غير العامل البشري بشكل منفرد كيمثل واحد النسبة ديال 65%، ولكن الا جينا نشوفوا جميع الحوادث اللي كيكون عامل بشري فيها حاضر، عندنا واحد النسبه تفوق تقريبا 93 الى 94% اللي كيكون العامل البشري كحد احد الاسباب، يعني عامل من بين العوامل الاخرى اللي عندها علاقه واللي ادت الى وقوع حوادث السير. بالنسبه للبنيه التحتيه كعامل منفرد لا يمثل الا 2.5%، ولكن الحوادث السير اللي كيكون فيها العامل ديال البنيه التحتيه من طبيعه الحال في تفاعل مع عوامل اخرى، هناك واحد النسبه ديال 28%. بالنسبه للعربه كذلك كعامل منفرد كيعطيني واحد النسبه ديال 2 الى 2.5%، ولكن في تفاعل مع باقي العوامل الاخرى، هناك واحد النسبه تقريبا ما بين 8 الى 10%. فبالتالي التركيز كيخصو يكون اساسا على العامل البشري وكيفيه التاثير ديالو، واحد التاثير اللي هو يكون صحيح. حالة أخرى أفضع من سابقتها، حد الإيلام، ضحيتها الطفل الشاب صابر، وهو صابر على قدره. سيروي لنا والده عثمان عن ظروف الحادثة. أنا جاي بالليل عندي الموتور مريقل، الضو ما نقولكش بحال النهار، وكانت في ذاك الوقت كانت القمرق جاي عادي ما تيبانلكش تبين راه كاين سميتو. الوقيته اللي درت شويه درت هكا تيبان ليا اللور ديال الموتور جا لعندي صافي، درتها قلت انا بلا ما نطيح في الشانطي راه ندخل للفوسك، الفوسي عامر بالربيع، ولا الربيع شنو ولد كيل تحت كاين الحجر في ديك النواحي ديال بني خيران صافي تحت تما، ما هاد القيته ما عقلت صافي. مشى لي كتف طاح لي ولا طاح لي الكتف، مادام ترسات من ركبتها الدري ما تلش الشوكاع، حيت نقلب عليه الليل تنغوت مال المولف عيط له يقول لي نعم صابير صابير، ما قال باكي لا نعم لا والو، تنقلب ونجبدو هزيتو جاوني جدرميه عاد عيطوا
هاد السيد هاد كي قال لك مدام داك لابيلانس جات هما داوها بعدا انا حاليا انا باقي تما داك قال لي غنديك الوضم وضم فيه شي سبيطار بالليل ما كاينش قلت ليه شتري في الوضم اش غدي 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 الاخر قال لي ما عنديش المازوط قلت ليه سير صاحبي يكون خير صافي قلت المدام صافي سيري كنت نقلب لولدي التنفس ديالو ما تنقولي اه راه باقي كيتنفس غير وصلني جينا للسبيطار طلعت في التليفون تلاقت لي في الباب دخلت هي هذيك حنا قلنا غادي تفوت هاد الاجره ديال الكوما ما غاتكونش شي حاجه كثيره اللي غنوصلوا حتى تقريبا لشهرين قلنا 10 ايام كاع لا تعطل ولا 5 ايام 10 ايام شهر دار كوما ديال شهرين في السبيطار شهرين الكوما في السبيطار وثلاث شهور و15 يوم جايين 20 يوم ديال الكوما عندي في الدار سينو عطاوه ليا من السبيطار عطاوه ليا حيدوا له التنفس الاصطناعي وكانوا كيخرجوا ليا واحد 3 ايام على برا الجرده كيقولوا لي ها كيديه من الانعاش نخرجوا برا الجرده نشوف واش غادي يستحمل بلا الاكسجين اولا ما غاديش يستحمل منين استحمل بلا الاكسجين عطاوه ليا جبتو عندي للدار مي وليت كانوا كلو شويه بشويه كانوا كلو ديتو عاود شفت واحد الناس وقفوا معايا واحد الناس الله يجازيهم بخير السبيطار ديال راس درت ليه ليغام قال ها هما الوراق ديالو عندي درت له ليغام قالوا لي خصك عنده ايموراجي خصو ضروري يفتح منين فتحت ليه ولا الولد شويه بشويه مع الترويض مع هذا شويه شويه بدا يتحسن حادثه غيرت مجرى حياه عائله صابر وحطمت جسده ونفسيته ونفسيه العائله ونحن نحاور الوالد والوالده أصر صابر على التحدث إلينا وكان الحديث مؤلما بما تحمله الكلمة من معنى مش غادي نتواصل أنا وياه كاينة معاناة كبيرة ما تينوضش كل شي كنديرو له أنا كنبدل له حوايجو نغسل له نوكلو حيت ما كيقدرش يوصل الماكلة لفمو كنوكلو ما تيهدرش كيهدر بواحد الصعوبة بزاف الناس إلا هدر مع شي حد كيقول لك شرحي لي أشنو كيقول شنو بغى هاد الولد اشنو كيقول هاد الولد فتنغلق نتقد في حياتي ولو قد تبيع تبيع نتقدم على اللي انا في دابا طافي صعوبة النطق والتعبير تليها صعوبة التنقل والمشي والوالدة ملكة أم صابر تعيش الأمرين المكابدة من أجل مساعدته على مدار الساعة والحصر على ما آلت إليه حياة ابنها ضروري كنهزو هكا الكروسة ما يمكن ليش نجيبها لهنا وعاود نردها للجمعية مشيني خصني لا طلع ترونسبور او وصل ترونسبور خصني نمشيو ممكنش ندير لهم روطار على هذا انا رجلي الا مشى بها بزاف كضرو كان عندك واحد الولد بحال هكا صحيح ولدك صحيح وكنتي باني عليه واحد الامال لانه كيجيبك نتائج مزيانه بالنسبه للنتائج ديالو ديال المدرسه هي عندي نتائج ديالو ديال لاكريش ديال المدرسه ديال كلشي كيجيب لك نتيجه اللي هي مزيانه كيجيب لك مثلا 8 في المعدل 9 في المعدل اش كتسنى من داك الولد كتسنى ملي غيكبر غادي يقدر يكون واحد الاطار في المجتمع غادي يكون اما الى تهلا كان دكتور او محامي دابا بنظرك شنو غادي يكون اشنو عاد غيبدا يرجع يقرا ما كاينش انا دابا كلاها في راسو عنده دقه في السيرفو داك الصغيور في المخيخ الصغير فين عنده وكله والنتيجه ديال هذاك الشيء هي هادشي ها هو التصاور ديالو ها الولد كي كان ها كي كان صابر ها كي ولا صابر هذه اخر صوره ليه في المدرسه كيدوز فيها السادس هذه اخر صوره ليه ها صابر كيعانيت معاه هادشي عانت معاه شهرين في السبيطار ابخي الكوما اللي كانت عندي في الدار عندي ولد ميت في الدار لانه ما كيسمعش ما كيشوفش ما كيهضرش معايا مده ديال 3 شهور وانت كتلقى واحد جالس حداك بحال اللي راه ميت ما كاينش
عودة إلى الأستاذ عبد الإله عدنان المحامي بهيئة الرباط، وبحكم تجربته في قضايا حوادث السير سيوضح لنا المعايير التي يعتمد عليها في قضايا التعويضات والتأمين، ومع ذلك جل الضحايا لا يقيمون وزنا للمال مقابل السلامة والصحة الجسدية التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال. معايير ديال التعويض للمصابين في حوادث السير سواء كانوا مصابين بجروح أو نتيجة وفاة، المعايير اللي كيعتمد عليها هي ثلاثة المعايير. المعيار الأول هو الرأس المال الموازي لدخل الضحية ولا لدخل المتوفى ولسنه، كاين واحد المعايير حسابية. المعيار الثاني هو القسط ديال المسؤولية اللي كيتحملوا في الحادثة. المعيار الثالث هو المعيار ديال المعيار الثالث هو المعيار ديال النتيجة اللي تحددها الخبير القضائي كعز كمجموعة من العجوزات اللي كتخلف هذه الحادثة للضحية. ما تبعنا لا أسيرونس لا والو. علاش؟ يعني لو تلاقى البلايص في الموتور راه ما كيناش، راه يكذب عك الدبر. حنا تنقولوا الله يرحم ضعفنا، حنا لو دابا حنا ما فتقتناش بحال دابا انا ندير بلاصه نبغي مثلا نمشي من الرباط لسلا تنقول نمشي في طاكسي تلاقى البيص تبقى معك القضيه غاليه شويه، تتقول اللهم ندردف انا والوليدات نزيرهم ونمشي بالزربه لا يهمني. انت تشوف ولكن هاد القضيه هاد الضحيه تنفنك نوصلوا ليها. هناك مخلفات اقتصاديه واجتماعيه اللي هي مهمه ومهمه جدا ولا بد نوقفوا عليها. الدراسات تشير الى انه ما تخلف حوالي السير تقريبا واحد المعدل ديال 2% ما بين 1.5 إلى 2% من الناتج الداخلي الخام. على مستوى الارقام تقريبا ما بين 16 حتى 17 مليار درهم سنويا كمخلفات اقتصاديه واجتماعيه لحوادث السير. ربما باش نقراو هذا الرقم هذا ونعطيوه القيمه الحقيقيه ديالو، هو تقريبا ما يوازي انه المغرب بلادنا كتفقد سنويا ما يعادل واحد المشروع من حجم طنجره المتوسط، بحيث انه الاستثمارات الاوليه باش كنا بدينا في طنجره المتوسط تقريبا هي 12 مليار درهم، فسنويا كنفقدوا واحد المشروع اللي هو ضخم وضخم جدا من حجم طنجره المتوسط. هذه من طبيعه الحال يعني التقديرات اللي كيمكننا نعطيو فيها ارقام، ولكن هناك جوانب اجتماعيه مع الاسف اللي اكثر اهميه، هو على مستوى المخلفات، على مستوى العاهات اللي كتخلف، على مستوى الايتام، على مستوى الارامل الى غير ذلك، كذلك فقدان الشغل الى غير ذلك. ولكن اعتقد هناك جوانب قد لا تظهر من خلال هذه الارقام، هو مثلا ما تخلفه او ما تمثله او ما يمثله فقدان واحد الام لواحد الاب بالنسبه لواحد الطفل اللي توفى جراء حادثه سير، كذلك نفس الشيء بالنسبه لواحد الاب ولواحد الام اللي كيفقد واحد الطفل ولواحد الطفله يعني جراء ديال حادثه سير. الحياه كلها تتغير، الحياة تصبح بدون طعم وبدون معنى، يعني في غياب واحد القريب اللي كيكون كيأتت الفضاء اليومي ديالنا واللي كيأتت الفضاء المعيشي ديالنا. فبالتالي على مستوى المخلفات أعتقد المخلفات مهمة ومهمة جدا. خطوات متتاقلة، هذا حال عبد الفتاح وزوجته في التنقل اليومي لمركز الترويض. كان عبد الفتاح المعيل الوحيد لأسرته، حادثة سير ستجعله عال على العائلة شهور من المعاناة ليسترجع بعض من قدراته على المشي. المغرب كتجي طالع يعني كجي واحد الخطف انا جي هو تابعني يعني ما عرفتش انا كيفاش تنقلت. شرع 10 يوم وانا في الكومة تسنوني راه تسحبوني مات تسنوني امتن صافي من يطلعوه قالك صافي عديه دابا عنده علاج هو في السبيطار العياشي. جابوه باه للدار وبقات يديه تيهزو خوتو باه بالكاشه باش يديه للسبيطار العياشي. ماشي دنو كلشي راه قلت ليه عام كله تيدير ليه الترويض عاد باش ولا شويه تيوقف.
حياة عبد الفتاح كان عنوانها العمل والتحدي من أجل تحسين وضعية العائلة. اليوم لا يستطيع القيام بأبسط الحاجيات دون مساعدة، ليتملكه الإحباط والحزن الدائم. صحتي راه كنت أي حاجة نستعملها لراسي، نجيب قوت لولادي، نجيب هذا، أي حاجة بغيت نستعملها لراسي. كنت صحيح، كنت هذا. أما مني دابا داك الحادثة صافي، وقت تستعمل حتى حاجه. تنخدم برا وتنجي للدار تلقى هو خصني نقابلو، هو وخا نخرج من برا وعاد نجي ونقابل الدراري، مني تقاديه، مني حانوت، مني كلشي، يعني كل انا هي كلشي، حتى بالبطاله ما يجي انت نجيبها انا. الا بغيت غير نمشي غير شي بلاصه، خصني الا بغيت نوصل مع الوقت خصني نمشي بكري، وعاد باش نوصل لهذيك البلاصه اللي غنمشي ليها. بالنسبة للظاهرة 84 دار واحد المجموعة ديال التعويضات أخرى في حالة أن الإصابة بالغة. افترضنا أن الحادثة خلفت عز اللي فيت 70% 80%، المشرع دخل هنا وزاد من ضمن ديك التعويضات اللي ذكرنا عليها سابقا، اللي هي العز الجزئي الدائم والآلام والتشويه وكذا، الاستعانة بشخص آخر. واحد التعويض اللي يسمى مصاريف الاستعانه بشخص اخر كيزيدوا لي. هذا نفترضوا انسان ما بقاش قادر على قضاء حاجاته اليوميه لوحده، لازم ما يستعان بشخص اخر، سواء جوزته او شخص ثالث او كذا. فالمشرع وظاهر 84 بالخصوص حدد لهذا السيد واحد التعويض اللي هو اللي كيوازي واحد 50% من راس المال المعتمد، الرأس المال المعتمد اللي ذكرنا عليه قبيله، اللي كيتحسب على حساب الحد الأدنى للأجر، على حساب الأجر والسن ديال المصاب. معاناة يومية يعيشها عبد الفتاح وزوجته، مهما استرسلنا في الحديث عنها ووصفها لن نتمكن من نقلها إليكم، كما يعيشونها ويشعرون بثقلها ومأساتها. انا عفتح كان صحيح، كان مزيان معايا، كان خدام علينا، كانت واخا ما كانش عندي الولاد، كان يلاه ولدت البنت الاولى عندي 14 يوم، كان مزيان معايا داك العام كله، حتى ولدت البنيته صافي، مني الضرب هو تقلب كل شيء صافي، تما في العاده والمحنه تماره وكل شيء، يعني داك العام اللي كان تي ما كانش شي نوض، راه كل شيء تنخرقوا، كل شيء تنديروا شي نوض. يعني دابا الحمد لله من ولدت دخل طواليط، واخا حنا تنصايبوا ليه ماشي بحال في الفراش. ما تنعقلت على ما عقلت على شي حاجه، انا حتى الحادثه ما عقلتش عليها. تا انا جا واحد السيد للدار، انا كنتي جيت للدار والدائره بقات تضحك معايا، قال لي مالك فتح، مالك شك ما ما خرجتي ما والو. قلت له راه فيا الناس ورانا ناعس، انا تنصحب راسي غير ناعس. عاد عاود لي قال لي راه كيفاش طرا لك كيفاش. بعد مرة تيبقى يبكي تيقول شوف كي كنت وكي وليت. دابا عيد كان قالت لنا ما تيقدرش ينوض، طواليط ما تيقدرش ينوض، ما يقدرش يدوش، ما يقدرش طواليط، خص لما ضروري نكون انا، حتى ولادو ما تيقدرش يحشمو يدخلوا الطواليط عنده. الماء كلشي، الماكله تطيح، بعد مرة تطيح لي من يدو، ما تيقدرش يهزها بحيث باليسرية ما تيقدرش بحال اليمنية، ما يقدرش يخرج بوحدو، ما يقدرش. دابا انا تبغيت نمشي بلاصه تنوحل، خصني ضروري نبقى حداه. من الصعب جدا ان يتحول الانسان من الاعتماد على نفسه لتبعيه مفروضه بقوه قاهره، الاعاقه وضع مدمر لشخص كان بالامس القريب حر الحركه والتصرف واصبح مقيدا ساكنا. كاين العلاج ديالو وكاين ما عندناش امكانيات باش يعالج، كاين العلاج ديالو كاين ولكن ما عندناش امكانيات باش يتعالج، خصو شي حاجه صحيحه نهيت. كاين العلاج تعالج ولكن ما غترجعش كي كنتي، المهم غتعالج غتولي شويه هذا، غتولي تحسن شويه، ما غترجعش كيما كنتي. المهم قال لك صالح العلاج، اما الصحه اللو اللي غتكون ما غتبقاش. عبد الفتاح الذي لا زال يلملم جراحه العميقه والعنيده، انتصرت طيبوبته على الماساه بسماحه للذي جنى عليه وعلى عائلته برمتها. ما كانش طاقتيت بزاف في العسله جيده، كانوا عا خطاف، كانت البنات هو اللي فيه لافوت ضربو، كان سكران ما عرفوش تضربو، لافوت فيه هو. ومني الدرا وجعنا للدار وبقات يعورطو بينا مو مراته حامله وبقات تبكي، سمحنا ليهم. التعويض ماشي هي الصحه، التعويض واخا هذا الصحه راه
بغيتيها صحية كلشي صحية يا راس المال يا المال يا كلشي. ضروري خصني نخرج نخدم حتى نجي بعيد. كنا ساكنين بواحد العربية تنجي بعيد حتى سلة جديدة باش نخدم في العمارة في الدروج وفي عند أي كاع العيالات دزت عندهم في سلة جديدة باش خدمت باش تنجيب باش الدواء شهريا ضروري في الفرماسيان. كانت يدير الرياضة الترويض فلوس غالي وصابي مني تقهر تجلس مابقاش ندير لي الترويض تمشي على السونتر هنايا. ودعنا عبد الفتاح الرجل الطيب والزوجة المكافحة المثابرة لنعود أدراجنا صوب الأستاذ ناصر بولعجول للحديث عن الحوادث. ما كيخش الواحد يكون خبير باش نشوفه أو باش نعينه هذه الاختلالات اللي هي موجودة على مستوى السلوك. معاينة بسيطة يعني في الطرقات ديالنا وفي الشوارع ديالنا خاصة على مستوى داخل المجال الحضاري كيمكننا نشوفه كيفاش كيف يعني كم سلوكاتنا هي عنيفة تجاه بعضنا البعض. ليس هناك أي فرصة للنجاة أثناء الاصطدام ديال واحد السيارة مع واحد الراجل ما بين السرعة ديال 50 و60%. الاحتمال ديال الوفاة كيكون تقريبا حتمي 100%. بالنسبة للحوادث اللي كتوقع ما بين السيارات وخاصة الاصطدامات الجانبية شكون أبيل لي كوليزيون لاتيرال، هناك تقريبا ابتداء من 80% كيولي الاحتمال ديال الوفاة 100%. بالنسبة للاصطدامات التقابلية سكون أبيل لي كوليزيون فرونتال، هناك تقريبا ابتداء من 100-110 كيولي كذلك الاحتمال ديال الوفاة شبه 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 يعني شبه تام بحيث أنه 100%. الحزام الخوذة الواقية وبنسمى الكاسك، الناس اللي كيتمشوا على الموتورات راه خصهم يعرفوا بأنه أي حادثة كيمكن لهم يتورطوا فيها راه يعني الجسم ديالهم هو داك لابيتاكل ديال السيارة، ما كاينش عندهم شي حاجة تحميهم، وخاصة على مستوى الرأس الإنسان إذا ما كانش داير الكاسك يعني الضربات كتجي الارتدادية كتجي على مستوى الرأس. وهناك تقريبا واحد النسبة ديال 70% ديال الوفيات اللي كتكون ناتجة من التروماتيزم كرانية يعني الإصابات اللي كتكون على مستوى الرأس. عبد الملك السائق المحترف لسيارة أجرة كبيرة كادت حياته أن تزهق نتيجة انقلاب سيارته لأسباب ميكانيكية ليتعايش اليوم مع مخلفات الحادث. في اللي مشيت للمحطة نشوف لها كان شي كورسة نديها، جاب الله واحد السيد ديته هو والمرأة ديالو لحفير، ومن جيت راجع وتكونسات الجرارة، ملي تكونسات الجرارة بقيت الفولر بقيت ردها منها وهي تمشي لي منها وهي تمشي لي منها، الطريق مضيقة مع اللوطو مكونسي، خفت يجيني شي واحد متكروازي ولا خرجتها، ملي خرجتها انقلبت بيا. قولي غير لي فرشة عينين وانا مرمي في الحصيدة، تجي واحد السيد شيفور ومسكين القليل الغالي لومبيلونس، ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد جا شافني الطبيب، ملي شافني قال لي خصك العملية، العملية قال لي ودي مليون والكلام، بقاو الدار يدبروا وتسلفوا، المهم درنا شرينا الحديد، ملي شرينا الحديد ركبناه شوية شوية واجه عندي الطبيب، جا دار لي واحد جوج قلل تاع 5 لتر تاع الماء دارهم لي في رجلي، وبقيت تما شي مدة 6 شهور، 6 شهور وانا في الفارابي، ملي خرجت معدوم. الحادثة المأساة يرجعها عبد الملك إلى عوامل متداخلة، أولها العنصر البشري والذي يؤدي الثمن في آخر الأمر جسديا واجتماعيا، وها هو اليوم يصارع من أجل لقمة العيش بجسد أنهكه المرض جراء الحادث. ترست بزاف ترست عندي في الرجلين، راني داير لي جوج تاع العمليات هنايا، وقالك ما غادي رجلك ما غادي ما عندنا ما غادي نديرو لها غادي تبقى هكا، ودرك ملي قالوا لي غادي تبقى هكا مشيت للدار البيضاء عند واحد خالي مسكين دار لي واحد الكونترول على الرجل، وقال لي واحد الطبيب او دير خصك 8 د المليون بصح ما غاديش تولي نورمال، تبقى لك شويه نقص ندير لك الصباط، وانا جهد الله انا ما عنديش 8 د المليون، كون عندي 8 د المليون ندير غير بيت بقى ما عندش رجلين صوب غير وليداتي فين يعيشوا، راني ويدي هيا درك يدي ورجليا يدي كاع ما عدلوها ليش، هو عدل العظم باقي مزال
وسمحت ما قديتش ما عنديش باش غادي نداوي. كثيرة هي العوامل التي تسرع إلى الهلاك نتيجة سلوكات بسيطة كان يمكن مراجعتها والانتباه إليها، فالمسألة تتعلق بالحياة والمحافظة عليها صيانة للفرد والمجتمع. الشيفور كيبغي يدور غير الخبزة ديالو، ملي كيجي الصباح مسكين ما يعرف اللوطو لا راها خاسرة، وإلا خصها شي حاجة يعطيه الباترون السوارت ويقول له راح دير هذا يخدم. يخدم السيد ما يعرفش راه غادي ما به ما عليه حتى تولي تكونسير الجرفولات كل ما تعرفش كاردا لا اله الا الله. حنا الشوافريه رحنا خدامين، تخدم تخدم النهار اللي طيح هو بالنسبه لي انا تنراني انا حياه الوالد ديالي الله يرحمه حياته مشات فيها، انا رجلي ويدي راه مشات فيها، ما عندي لا سيرونس ما عندي لا كيس سوسيال ما عندي لا انتريت ما عندي حتى حاجه. داير واحد الطابله نتاع الدخان، شي مرات يجيو يجيو عليا البوليس، شي مرات ياكلوني غير بالكريدي. ايوا ملي تبع ربي الحال وانا داير ديك الطابله حتى تجي واحد جوج سوايع عندي نخدمها كورتي. مصير الشيفور هي هادي، كنخدمو رحنا خدامين، نهار اللي توقع لنا شي حاجه راك كنت بصحتك راك تزيد تخدم، ما كنتش بصحتك راك تبقى تطلب. ما أصعب أن تبكي بلا دموع وما أصعب أن تذهب بلا رجوع هو بدرة التعقل والاتزان، طوق النجاة من مخارب أشرس الحروب حرب الطرق. دابا أي حاجة هم بغي نديرها ما توصلش ليها، بزاف الحوايج هم بغي نستعملهم ما توصلش ليها. صعيب الحال باش الإنسان يكون بالصحة ديالو ويفقد رجليه، يعني شكون اللي غادي يحس بيك؟ أنا في الأول كنت خدام، كانوا الحومة كامل كيضربوا بلي المهاجم وضربوا بلي جعل على كل شيء. أنا ما تقبل عندي العقل، ما تقبل حالتي لعادة الحالة اللي أنا فيها دابا.